مدير مركز طيبه للدراسات الدكتور خالد رفعت بينضم لي على التليفون. دكتور برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ مشاهدينا. دكتور انت عندك الاجابات بتاعه اسئله الثانويه العامه من بالليل كمان؟ من الساعه 2 بالليل يا فندم. انا عندي نماذج الاجابه اللي عملها المتحنين عشان المصححين يعلموا عليها، ومعموله بالدرجات بالتصنيف الاجابه النموذجيه، ونشرت الكلام ده على صفحتي. قلت يا جماعه دي مهزله. تمام. جبتها منين يا دكتور؟ الامتحان جبتها يا فندم. انت منشوره في كل الاماكن، عن في موقع بروبلمز ستيشن نشرها، شاومينج نشرها، الغش جمعنا نشرها، في مش اقل من 20 موقع نشرهم يا فندم من البارح الساعه 2 بالليل. هذا غير معقول. انا اقول ايه؟ الطالب اللي بيذاكر يذاكر ليه؟ اذا كنت انت قبل الامتحان بتاخد 4 ساعات مش هتجيب الامتحان ده، انت هتجيب نموذج الاجابه المثالي اللي هتجيب بيه الدرجه النهائيه. مفيش طالب مهما كان بيذاكر هيعرف يجاوب الاجابه النموذجيه، مش ممكن. طب يا دكتور غير طبيعي. بحكم يعني خبرتك واطلاعك، ازاي حاجه زي دي تتصرف؟ يعني اديني حد يديني توصيف كده يعني. ما في، لا تحتمل كلمه اخرى. فساد. فساد من المطبعه، فساد من الواحد اللي حط الامتحان، فساد من اللي بيصور، فساد. ده حضرتك النموذج الاصلي بتاع الاجابه موجود بالاسئله، وانا نشرت على صفحتي 9 الصبح يا جماعه صوره الامتحان اهي وصوره الاجابه النموذجيه وعليها بتاع 2000 شير. يعني يا جماعه ما ينفعش اللي بيحصل ده. الامتحان ده لازم يتلغى، امتحان اللغه العربيه لازم يتلغى، مفيش اي تكافؤ للفرص، ده نموذج صارخ للفساد، لازم يتلغى ويتعاد. تمام. انا مش عارف اذا كان ده نموذج صارخ للفساد ولا ده نموذج صارخ للاهمال او التقاعس. اهمال ايه؟ ده ظرف مقفول، ظرف نموذج اجابه مقفول ومتسلم مقفول وما بيتفتحش غير بعد الامتحان ما يحصل اصلا، لكن متسرب من قبل الامتحان بتسع ساعات. بتسع ساعات وعلى كل المواقع. بقول لحضرتك اسامي مواقع هو بيتقفل. احنا بس محتاجين نعرف الامور الفنيه دي على وجه الدقه. بس انا بسال حضرتك يعني من ناسها، بس برضو اكيد حضرتك عندك معلومات، امتى الظرف بيتقفل؟ يعني تداركوا نفسهم في امتحان الدين، لكن كان لازم الامتحان العربي مش هيمشي بالبساطه دي. امتحان كامل متسرب بنموذج الاجابه بتاعه على كل المواقع وكل مصر بتتفرج عليه. وفي للاسف وصلني اللي فيه لجان في البداري في اسيوط، الطلبة بتنقل في البداري في اسيوط في اللجنة. بقول لحضرتك اسم اللجنة، لجنة البداري في اسيوط. ما هو الموضوع مش هيعدي. انا مش يعني انا مش قلقان على فكرة من قصة اللغة العربية والدين، يعني مش قلقان من القصة دي واللي هي... انا بتكلم في الكيفية. انا بتكلم ولا قلقان من اللغة العربية، اصل خلاص كله اتكلم، وسائل الاعلام فضحت الموضوع والاهالي كشفته وحضراتكم اتكلمتوا، مش قلقان من القصة دي. انا بتكلم ازاي ده حصل. بشكرك يا دكتور. عاجل الداخلية ضبط نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة بحوزة والد أدمن صفحة بالغش اتجمعنا، يعني بالغش اتجمعنا. الداخلية ضبط نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بحوزة والد أدمن صفحة بالغش اتجمعنا عاجل. مشاهدينا دي آخر الأخبار اللي بترد إلينا من قصة امتحانات الثانوية العامة وتسريب امتحان اللغة العربية والدين.